مرحبا أحبابي، اليوم بدي أعمل أنا وياكم طريقة تحضير الكباب التركي. عنا نص كيلو لحمة مفرومة ناعم، ملح، الملح أكيد على الذوق مثل ما بقلكن على طول، ونص ملعقة صغيرة بابريكا، نص ملعقة صغيرة كمون ناعم، وربع ملعقة صغيرة فلفل أسود، بصل صغيرة مقطعة بهيدا الشكل كتير ناعم، وحبتين ثوم كمان نعمتهم بهيدا الشكل، وملعتين طعام زيت زيتون. قبل ما نبلش بالفيديو بتمنى تعملوا لايك وشير للفيديو، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، والشكر كبير للمشتركين بصفحتي واللي عم بيشاهدوها. لنبلش الطريقة مع بعض. بسم الله الرحمن الرحيم. حط الملح، الزيت، طريقتها كتير سهلة وعن جد طيبة، صرت عدة مرات عمليتها، طيبة كتير، حبوها عيلتي. خلطهم منيح مع بعض. بسم الله. خلطناها، بعد ما خلطتها بنكفي مع بعض، بحطهم على جنب. عنا كيس نايلو، هلا بدي اعمل انا وياكم طريقة الكباب قد ما بدي. بعمل الحجم للكباب، بعملها بهيدي الطريقة. فيني اعمل هيدي الطريقة اذا بدي اعملهم بالمقلاي بهيدي الطريقة، واضغط عليها بجيب هيدا الشوبر، ما بعرف انتو شو بتسموه ببلادكم. واو، شفتوا كيف طلع عنا الكباب؟ إذا حبيناه حدا بيحب يعمل هيدي الطريقة شوية رقيقة، هيدا الشكل. في طريقة تانية كمان، إذا بدنا نحطه على العودي للكباب على الستيك على هيدي، شو بعمل؟ بشيل قسم من الكباب. بسم الله. رح زغر شوية سيخ. هولي طرق غريبة عم بعملكم اياها ولأول مرة على اليوتيوب، بعملها بهيدي الطريقة، بمدها، بحط الستيك هلا صارت مبينتلكم افضل، بلفها بهيدي الطريقة، بضغط عليها بالكيس. شفتوا كيف؟ بضغط بالكيس كمان نفس الشيء. أروع من هيك، ها بس بعملها شوي لتلزق عالسيخ. طريقة جدا سهلة ورائعة. هول الطرق إذا حدا ما بيعرف هيدا يشك كفته بهيدي الطريقة، أروع من هيك ما في. هلأ بحطها على جنب. رح أعمل هيدي الطريقة، عنا عدة طرق صار عمليتهم كمان. هيدا السيخ، هيدا سيخ الكباب بهيدي الطريقة بعملها، كمان بالكيس بضغط عليها. حط الكيس بضغط عليها، هيدي ما بنستعمل مي ولا شيء، بس هيك بالاصابع. ها
هيدا الشكل كتير روعة وما بيوقع عن السيخ ولا شي. هيدي طريقة لف الكباب، سيخ الكباب اللي عملناه أنا وياكم بثلاث طرق. بعد ما حمت التوستر معنا رح حط الكباب اشوي اللي عملناه مع بعض. كل شوي بقلبهم الدرس ابيض. شيلهم من السيخ من الستيك. هذا الكباب التركي اللي عملته أنا وياكم بثلاث طرق. قبل ما ننهي الفيديو بتمنى تعملوا لايك وشير، والمشاهدين الجدد يشتركوا بصفحتي، وكمان ان شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي، وان شاء الله الطريقة تكون نالت اعجابكم. هيدا الكباب من الداخل كتير مستوي 100%. نقيت اسماك وحده